أحرز الهدف الأول في الدقيقة 41 عن طريق دافيد سيلفا، وبعد 4 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني سجل دافيد فيا الهدف الإسباني الثاني، وأثره بدقيقة واحدة جاء الدور على جيرارد بيكي ليضيف الهدف الثالث لأبطال أوروبا، والذين أحرزوا الهدف الرابع من دافيد سيلفا في الدقيقة 68، وزادوا الخامس من دافيد فيا بل 5 دقائق من نهاية المباراة.